السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو انا عايز ارسم الول في برنامج سايد كاد. باجي انا في الول واقول له ديفاين وول، فبيبدأ يديني اختيارات. هل انت عايز ترسمها رينفورسد كونكريت وول ولا بلوك ولا ماسونري؟ فببدأ اختار. هو بيقول لي انت عايز ترسم من اني دور لاني دور، وليكن مثلا لحد فلور 2 بالشكل دوت. وهنا الفاونديشن هتبقى عاملة ازاي، الدبس قد ايه، والاوفر هانج قد ايه. بقول له اكسبت وببدأ ارسم عشان اتاكد ان انا مش على زاويه 90 او 180. بفعل من هنا من اللي هي كنترول او بالشكل دوت. فبيبدأ يرسم معايا الحوض. عايز اتاكد من الادوار الموجوده، فباجي هنا جو تو جروب، فبيبدا يجيبها لي بالشكل دوت. ده فلور 3، فلور 2، فلور 1، ده الفاونديشن. وتقدر تقول له انا عايز ارسم في الدور اللي تحت وهكذا، بيبدا يجيب لك كل الادوار اللي انت موجود فيها بالشكل دوت. طيب خلينا نرجع تاني للدور اللي احنا كنا فيه. ممكن تقول له انا عايز كوردينيشن، بحيث طول ما انت تتحرك الماوس تبقى عارف انت موجود فين في الاكس وفي الواي وهكذا. ده الكوردينيت. عايز تفعل سناب، ده هيكون اسهل لك كتير في الشغل. هتقول له تمبليت اوبجكت سناب، وتقول له اكتف اوبجكت سناب اف 3، او تقول له اكتف اوبجكت سناب تراكنج اف 11، وتقول له اكسبت. فده هيسهل عليك ان انت وانت بترسم الحيطه هيبدا يعمل لك التجاذب اللي انت عايزه. ده انت شايف الموضوع اسهل.